السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب ايه يا زيزو حبيبي؟ مفيش حضن وبوسة لماما؟ انا زعلان منك وتيتا زعلانة منك. طب تيتا وفاهمين زعلانة ليه؟ انت بقى مقموص مني ليه؟ عشان انتي زعقت لها في المستشفى وكمان مشيتي على طول وما عدتيش معايا وانا تعبان. صح، عندك حق تبقى زعلان مني. ماما وحشة، حقك علي. راسك ابوسها يا ماما، راسك ابوسها، حقك علي يا ماما. بس انت لازم تقدري المسؤوليات اللي فوق دماغي. مسؤولياتي؟ يعني مسؤولياتك ولا ابنك؟ ما انا بعمل كل ده عشان ابني. يا بنتي فوقي قبل السكينة ما تسرقك، وبعد كده ترجعي تفوقي لا تلاقي أمك ولا تلاقي ابنك. ده ناس الغرب كانوا أحن علينا منك. انت شفتيش نفسك كنت عاملة ازاي معانا في المستشفى؟ عشان نخلص بقى من الاسطوانات المشروخة دي. معلش يا ستي، حقك عليا. ما انت لو كنت شايلة البلاوي اللي أنا شايلاها ما كنتيش قلتي كده. انت ايه اللي فكرت بينا بقى دلوقتي؟ توك ما افتكرتي؟ احنا خلاص بقينا اخر همك. ازاي بس تقولي كده يا ماما؟ ده انتوا اول همي. وبعدين انا بعمل كل ده عشان مين؟ ما عشانكم، عشان ما تحتاجوش لحاجه. طيب انا كنت جايه بس اشوفكم لو محتاجين حاجه. لو احتجت حاجة يا زياد الفلوس مع تيتا. ها كتر خيرك. طيب السلام عليكم. أميرة خلي بالك من نفسك يا بنتي. حاضر يا ماما، السلام عليكم. وعليكم السلام. ربنا يا بنتي يكفيكي شر نفسك وشر اللي حواليك. والكلام ده ما كانش يتقال في التليفون؟ تليفون ايه يا شاهين؟ بقولك فوق ال200 مليون. واو، متأكد من الكلام ده؟ متأكد ايه؟ انا الحاجات دي فيها هزار. الناس اللي انا مكلمهم انا متأكد منهم جدا، واثق في كل كلام اللي بيقولوه. والحسابات مظبوطة ولا من بتوعك؟ خالص مفيش الكلام ده. يعني ما قلقش؟ انت قلقانة من ايه؟ في ايه؟ انا مش قلقانة ولا حاجة، انا بسأل بس. يعني بالاخر كده انت وهاني ما تعرفوش بعض وانت بتحور عليا دلوقتي حالا؟ ايه الخيال ده بقى؟ ممكن. ممكن بس ازاي بقى؟ ازاي وانت اللي مكلماني تسالي عليه؟ ما يمكن انتوا الاثنين تعرفوا بعض وهو كلمك يسالك عليا، فقلت له يخش عليا ازاي؟ وانت عارف كويس قوي ان انا هكلمك الاول اسالك عليه. فانت هتقولي الكلمتين بتوع 200 مليون. لا. لا انت ما تسكتيش ما تسكتيش على نفسك، والله انت موهوبه. ايه الافكار دي؟ ايه الخيال ده يا شوشه؟ لا انت الصراحه يعني اللي يشوفك كده وما يقولش ان انت موهوبه وراجل ظالم. انا بهزر، وانت هتزعل ولا ايه؟ هزاري يا حبيبتي، هزاري وتشقلبي يا مي. كل انا جاي افرفشك. بقول لك ايه، انا عملت اللي عليا معاكي. اقول لك على حاجه؟ حاجتين. اتاكدي من ورايا، اسالي. تخسري ايه؟ وقت. يا عميقه. بقول لك ايه، انا قلقان عليكي من ساعه الافكار دي ما بدات تدخل جوه دماغك. انت بقيتي تقدمي رجلي وتاخري الثانيه. مش هي دي شوش عميقه؟ مش احسن ابقى تافهه؟ اوبا، بقينا بنقول. قول. صباح الخير يا عبد بيه، ايه الاخبار؟ طمني، يا ترى البضاعه وصلت المحل ولا لسه؟ صح النوم يا هانم، البضاعه صار لها ساعتين في المخازن. فعلا؟ ده ايه الخبر الحلو ده؟ ميرسي ميرسي قوي 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 على تعبك معايا. لا تقولي شيء، انت تدرين انت عزيزه عندي، واي شيء تبين انا تحت امرك. وانت كمان
طيب خلاص بقى ما تتأخرش يوم الافتتاح، هستناك. معقولة أتأخر؟ أنا أخرت طيراني، أخرت سفري علشان الافتتاح. تسلم عينيك، يلا مع ألف سلامة، نهارك زي الفل. مع السلامة. ايه يا منير، عرفت ان البضاعة وصلت؟ ايوه يا فندم، والبنات شغالين في الفرش. الله، طب ليه ما كلمتنيش قلتلي؟ والله حاولت اكلم حضرتك كذا مرة بس التليفون ما بيجمعش. ابعتلي فويس مسج يا اخي. ايه مفيش دماغ مفيش مخ؟ اسف يا مدام. خلاص خلاص، خلي البنات يفرشوا الحاجة ويظبطوا كل حاجة في المحل، مش عايزة غلطة، سامعني؟ اكيد يا مدام. يلا ساعتين كده هبقى عندكم. مع السلامة. مع السلامة. بتهيألي بقى كده اطمنتي وبالك ارتاح. ومالك نافش شيشك كده ليه؟ عشان انا بجيبش غير ناس الطب، وقال لك الكلام ده كله كذا مره قبل كده. هيبان. هو لسه هيبان؟ ده بان وريحته الحلوه فاحت خلاص. وانا عندي وعدي، لو تمت مكافئتك الدوبل، بس تجيب لي كل المعلومات. انا جاهز ومستني. ده ايه الشغل العالي قوي ده؟ انا قتيل الحوار ده. خلاص، اول حاجه نعملها بكره الصبح. وليه بكره الصبح للتأجيل؟ عندي مشوار مهم لازم اجهز له بالليل. مش وقت مشوار خالص دلوقتي يا شاه. مشوار مهم مع راجل مهم، اخلصه ونروق لمستر هاني بتاعك ده. مش هتنقي معايا كده؟ بعرف اسوق. ماشي. صايع قديم انت برضه. يلا بقى شويه كده. بص لك على حاجه بس، على ام الراجل ده. عندي تمثالين في المكتب، عندي واحد صغير غيرتها مسميها مونس، بجد عايزك تيجي تسلمي عليها مره. مكتبي انتي عارفة؟ انا بقى عايزاك تبصي على الكولكشن الجديد، هيعجبك قوي. ده انا ما شفتش قمر كده. انت اللي عينيك قمر مش دي. بقولك ريلاكس واشرب حاجه، ما تتعبش نفسك خالص. ازاي بس يا دودو؟ ده انا حاسس ان النهارده فرحي. معلش عشان خاطري. لا خلاص، ما دام عشان خاطرك اشرب حاجه بقى. اوكي. حصل. في اسبريسو حلوه قوي هتعجبك. بليز بلاش فيديو، خلينا صور بس. طب ممكن استاذن حضرتك في حوار صغير؟ اه طبعا اتفضل. حضرتك شايفه ان دي هتكون بدايه لسلسله محلات هتغطي مصر وجميع محافظاتها؟ مصر والمحافظات دي الخطه القريبه. امال ايه هي الخطه الابعد؟ ان احنا نبقى الوكيل في الشرق الاوسط كله. يعني فعلا حضرتك هتكون الوكيل في الشرق الاوسط؟ اه طبعا، احنا الوكيل الوحيد ان شاء الله في الشرق الاوسط، وده بعد تعب ومجهود السنين عشان اوصل للامتياز ده. طيب استاذن حضرتك ناخد فيديو بس مباشر على الموقع. ما انا قلت لك ما بحبش الفيديو، كفايه صور بس. ده تكون دعايه كويسه جدا. معلش عشان خاطر. تمام. صور لي المكان بقى وشوف الموديلات الجديده. حاضر حاضر، شكرا يا استاذ زين. العظمه دي، الف مبروك يا هند. انت ايه اللي جابك هنا؟ انا مش قلت لك قبل كده رجلك ما تعتبش المكان هنا؟ ليه كده؟ ده انا فرحان لك وجاي اعمل معاك الواجب. بقول لك ايه؟ هتمشي من سكات ولا خليهم يرموك بره؟ بره؟ يا ام زياد. بره. منير. ايه؟ الحيوان ده يبات في الاسم النهارده. تعمل له محضر بعدم التعرض. وما شوفش خلقة أمه هنا تاني، انت فاهم؟ حاضر يا فندم، بعد إذن حضرتك. اتفضل. بعدين يا معلم، هتفضل سايبها دايسة كده؟ براها شاكر، في إيه؟ مالك أنت وليلى؟ في إيه؟ مش فكرة مالنا يا حبيبي، بس منطق زمان اللي أنت بتتعامل بيه ده ما بقاش ينفع اليومين دول. لا لسه بينفع شاكر، متقلقش. بعدين يعني هي ما دقت على الراس طبول، دي هتيجي في يوم ايه اصلا؟ بقول لك يا عيسى، ما تيجي ارفع لك عليها قضيه سب وقصف، هخرصها لك
سب وقصف، مش للدرجة دي يا شاكر. حكمة ما كانتش كده زمان، حكمة قلبها أبيض، وما تنساش إنها الحب الأول. يا ابني اللي أنت بتقوله ده، أمال قلة الأدب اللي عاملاها معاك دي إيه؟ من كسرتها؟ نعم. شوف يا شاكر، لما بيجوا يصطادوا الديب بيقعد يعافر وينازع ويحاول يعور أي حد حواليه ويصارع الموت. هو ده بالظبط اللي حكمت فيه، حلاوة روح مش أكتر. الله عليك يا ديب الرومانسية يا عالمي، لقد أخجلتني. تاري يا أخويا تاري. بقول لك إيه صحيح، جاري امبارح اللي فوقي وقفني وأنا نازل، فضل يقول فيك كمية أشعار وبعت لك سلامات قد كده. شفت بقى يا معلم، أهو الكلمتين الحلوين اللي أنا بسمعهم من الناس عليا هما دول جايزتي الحقيقية. ربنا يزيدك يا حبيبي، ربنا يزيدك. اشرب بقى قهوتك قبل ما تبرد. كله للخصام يا بدر. مش بكيف والله يا شيخ توفيق، أنا خلاص نفسيتي قفلت من الواد ده، مبقتش طايق أتكلم معاه كلمة ولا لسانه يخاطب لساني. أقول لك حاجة، ما تزعلش مني، أنت ضايقتها على الواد ده بزيادة. ضايقتها عليه بزيادة إزاي يعني؟ آه، من هو صغير وأنت حايش عن زمايله وخايف يطلع شبههم. عايزه يتعلم ويطلع أحسن مني. كلنا عايزين عيالنا يطلع أحسن مننا، بس مش دي الحكاية. الحكاية نعلمهم إزاي نحطهم على الطريق الصح والصواب. عندك حق يا شيخ توفيق، وديني هودي بدفع ثمن اللي أنا عملته. أنا عارف إحساس الابن الوحيد، بس من هنا ورايح ترمي طوبته خالص وسيبه يعمل ما بداله. أسيبه يعمل ما بداله إزاي بس يا عم الشيخ؟ بقولك ده ملوم على العيال تلفان، دماغه تلفان وخايف عليه عارف، بس كمان مش كل شوية تقول له بلاش دي ما تعملش دي ودي غلط، هيعند ويعمل أكبر غلط. أنا بقول لك أهو. لا لا ربنا يسترها. ماشي يا عم الشيخ، طالما حضرتك شايف كده يبقى ماشي. ننتظر شوية لحد ما ربنا يكرم وفكها شوية يا عم بدر بقى عليه. وبعدين بقاله ياما بقاش بيصلي في المسجد ليه؟ أنا بقول لك يا عم الشيخ، الواد حاله اتبدل خالص. ما تقلقش خالص، قوم انت صلي ركعتين قيام ليل وادعي له ان ربنا يهديه. امين يا رب. ربنا يصلح حالك يا بدر وريح قلبك يا رب. الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله. صدقيني هو الخسران مش انت. بصي حواليكي على اي واحده طلقت حياتها بقت احسن وفاقت لنفسها. الطلاق مش غلط، ونظره المجتمع للمراه المطلقه بيتغير كل يوم ولسه هيتغير اكتر. اشوف الشقه طالعين باعجاب. ها لا بصراحه معجب، معجب المكان حلو. لا بجد 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 يا عابد، المكان حلو جدا جدا جدا. كل هاللي صار هذا ترى بيومين من وصلت القاهرة، كان بإمكاني أسوي أكثر من كذي، لكن المرات القادمة إن شاء الله بتشوفين أحسن من كذي. أنا عارف أنك جامد بس مش قوي كده، فاجئتني برضه. لا لا طبعا إن شاء الله يكون عاجبك المكان. قوي قوي. بقول لك إيه، ثواني وهرجع لك. ها ثواني. تفضلي. ايه اللي جابك هنا؟ انا صاحبة المكان يا روح. ايه ده؟ انت تعرفي هند؟ انا اعرف اللي عامل هند عابد. قال وريها لي صحيح. هي فين؟ ها عايزة أشوف الست اللي مطلعة عينك دي مخليك مش قاعد على بعضك. بجد مش شايفة لها حركة، مش موجودة. هي فين؟ هي فين؟ ولا بتتقل علينا؟ دي حتى ما استقبلتش الراجل. بلاش كده يا شاهي. أمال إزاي؟ إزاي يا حبيبي؟ والله ما أعرفش بقى،
بس هي كانت واقفة هنا بس ما اعرفش راحت فين بصراحة. اوعى تكون استلفت مني فلوس علشان خاطرها. بقول لك اهو. ايه ده شاهي؟ وانا اقدر اعمل كده؟ وبعدين احنا متفقين في المكتب. مصدقك يعني. عموما عادة سدد لسه بدري عليها. هتروح مني فين؟ هجيبك. طب بالمناسبة ايه رأيك في المكان ده؟ شغلي على فكرة. قديم. كان ممكن بقى احلى بكتير. سيبك انت. مفيش احلى منك. مش مستنيك تقول. خالص. تبعك دول ولا ايه؟ شكلهم. لا ماليش في البلد. انا يا حبيبي قدراتي فوق مستوى تفكيرك. والله. هي الامر. ايه رايك بقى؟ اهو لولاك كل ده ما كانش هيبقى موجود. انتي مشروع اميره قادمه. مش كل لك ذوق. بس حقيقي ما قلتليش ايه رايك. بيرفكت. حقيقه شيء رائع. بس ما قلتي لي منو اللي مسوي الديكورات الرقيقه الجميله؟ الباشمهندس باسل. مهندس شاطر جدا 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 وذوقه راقي قوي. لازم اتعرف عليه. فعلا فعلا شيء جميل. اهلا. اخرت عليك يا عبد. ولا يهمك يا حبيبتي. شاهي. هند طبعا. اهلا وسهلا. باسل بيكلمني عليكي كتير. طب يا رب يكون بيكلمك عني خير. اكيد طبعا. كل ما اكلمه مشغول في المحل. طلعت تستاهل. هي ايه دي؟ الديكورات طبعا جميله مستاهله الوقت والمجهود اللي هو بذله. هنشتغل مع بعض اكيد. انا في الشغل ما برحمش. واضح يا حبيبتي. نقول مبروك. ان شاء الله. مبروك. منورين. بنورك يا حبيبتي. ده رقمي. كلميني في أي وقت نحدد ميعاد ونتقابل. وأسف على التأخير. حلو. شكرا لاهتمامك. نتقابل على خير إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه يا عم بدر؟ انت لسه زعلان مني ولا ايه؟ وازعل منك؟ لا، اللي كان باين موضوعه راح لحاله. طب بما انه موضوعه راح لحاله، ما تيجي نبدا صفحه جديده، صفحه فيها الخير ليك وليا ولكل حبايبك. قول اللي عندك يا امين. اللي عندي واللي جوايا انت عارف. تعالى نمد ايدينا سوا ونطلع الامانه اللي تحت ايدك. وهو بالمرة انت كمان تطلع معاه على وش الدنيا. ولا نطلع ولا ننزل. انت عارف رأيي كويس في الموضوع ده يا أمين، وسبق واتكلمنا فيه قبل كده. أبا قال لي اتغير وقال لي جد. تحب أقول لك أنا قال لي جد؟ الواد ابني الصغير عيل جاب لك حتة افتكرتها انت بقى عربون ولا جر رجل، مش كده؟ لا يا بدر، أنا دماغي أكبر من كده بكتير. اللي عمله ابنك دوت لعب عيال، ما يجيش حاجه جنب اللي تحت رجلك. وانا مش هحفر في بيتي واعرض نفسي للخطر واعرض اهل بيتي للخطر معايا. حلو. تهت والاناه. سيبك يابا على كده، وانا شارع عم مقفول. اغلى بيت في المنطقه كبير و200,000، وانا حاطط نص مليون،
وشاري على كده، وانا ونصيبي بقى. قلت ايه؟ قلت ان انا اقوم اروح عشان انام، عشان ادور على اكل عيش. ياما راجل قفل صحيح، ده ابنه طلع بيفهم احسن منه. يا هو استاذ عيسى، تسلم ايدك يا عم عبدو. يا ريس، برن عليك بالي كتير. اهلا يا صفوت، اقعد. انا جايب لك خبر مهم جدا. خير؟ في مديرة علاقات عامة لمجموعة شركات كبيرة عايزة تحدد ميعاد معاك بخصوص حملة إعلانية ضخمة على الموقع عندنا. مش غريبة شوية يا صفوت؟ ده مش تخصصك. يعني يا ريس طالما في مصلحة وكوميشن محترم، ليه ما يبقاش تخصصي؟ كوميشن؟ ماشي يا صفوت. خد ميعاد من مديرة العلاقات العامة وهي هتشوفها. لا يا ريس، دي عايزة تقعد مع الراس الكبيرة، ده ايمج برضو أعلى من العلاقات العامة. ماشي يا صفوت، خد منها ميعاد وقول لي. اتفضل يا صفوت. صفوت بعد إذنك ابعت لي مسؤول الديسك. خف شوية على الناس يا ريس، عايزين ناكل عيش. طب ما تخليك أنت في الفن. اتفضل. منير. ايوه يا فندم. عايزاك تراقب المحل 24 ساعه في ال 24 ساعه، مش عايزه قشايه تختفي من المحل، فاهمني؟ ما تقلقيش يا مدام هند، احنا مختارينهم واحده واحده على الفرازه. بقول لك ايه، انا لو ابويا هشك فيه، انا عايزه مراقبه طول اليوم. هو في حاجه حصلت؟ حد اشتكى لحضرتك من حاجه؟ مش لازم على فكره ان حاجه تحصل عشان ناخد بالنا، احنا دلوقتي بنشتغل بسمعتنا، وسمعتنا مهمه قوي في السوق، فاهم ولا لا؟ انا عايز حضرتك تسافري وانت مطمنه خالص، ان شاء الله كل حاجه هتمشي كانك موجوده بالظبط. تمام. عندك اي مشاكل تانية حلها لك قبل ما اسافر؟ الدنيا مش بطاله، بس مع شويه تدعيمات الدنيا هتبقى احسن كتير. تدعيمات زي ايه؟ طبعا حفل الافتتاح عمل شغل كويس جدا، بس ده مش كفايه، احنا محتاجين حمله اعلانات كبيره تغرق البلد. ماشي، سهله. ايه تاني؟ هي محتاجه شويه مصاريف بس لا غنى عنها. مش مهم المصاريف، ايه تاني؟ السوشيال ميديا، لازم صفحه باسم المكان وحد فاهم يمسكها وينزل صور عليها لكل جديد. موافقة. أنا كمان كنت بفكر أعمل أب أونلاين بحيث إن الناس تطلب الطلبات بتاعتها وتوصلها لغاية البيت. بالظبط يا فندم، ويبقى عندنا كرو كامل خاص بالأونلاين والتوصيل. موافقة جدا. اعمل لي الدراسة بتاعتك وابعتها لي قبل ما أسافر. أوكي. تمام مدى. ولو وصلت أي حاجة تانية على الواتساب بقى. تحت أمر حضرتك. صحصحي. الخير. ايه الاخبار؟ ما ده العادي يا شيخ، الناس بتاخد 100 فدان تعملهم كلهم وحدات وشويه مساحات خضراء قد كده. انا مش عايز اعمل كده، انا عايز اجيب حته من يوروبا احطها في مصر. ماشي. والحاجات المتقسمه دي كلها بتطلع ايه دي؟ بصي، ده العادي، ده بنت هاوس، دوبلكس، تريبلكس، فيلل، توينز. بس الترند الجديد حاجه اسمها فيرتيكال فورست، او يعني الغابات الافقيه. هي عمارات بس مزروعه. المصمم الايطالي اللي عملها نعرفه، عملها في الصين، عملها في يوروب، عملها في هونج كونج. انا عايز ابقى اول واحد يعملها في افريقيا. بصراحه جامده، بس محتاجه تعب ومجهود جبار. ما انا كلمتك ليه؟ وطبعا اللي انت بتقوله ده هيعوز مدارس ومستشفيات ومولات، مدينه يعني. كل حاجه تخطر على بالك هتلاقيها، وبتصاميم مفيش زيها في مصر. وانا يا سيدي معاك، بس المشروع ده محتاج شركات كبيرة تخش معانا، كل شركة من دول تمسك فيز، تبقى مسؤولة عن تنفيذه وتسليمه، كده المشروع كله يتسلم مرة واحدة. اكزاكتلي. هو ده المطلوب، وأنا وعدك إن كل حاجة هتتسلم قبل حتى ما تتنفذ، وبأسعار مناسبة لكل الفئات. ولو إنه بصراحة ريسكي، بس حماسك مشجع. شاهي، أنا تقريباً حاطط نص فلوسي في المشروع ده. تقلقش، هكلم الشركات على طول واخد اسعار كمان. تمام، بس ده يتم في اقرب وقت. لا، مش عايزه استعجال، اتقل.
الا صحيح، هي اميليا فين؟ مش اسمها اميليا برضو؟ نزلت تاخد تور في البلد، هي اصلا ما بتحبش تتكلم في البيزنس، بتحب تبسط اكتر. ومال انبساط حلو بس جنب الشغل طبعا. من ساعتها وانا تايهه مش عارفه اعمل ايه، حاسه اني واقفه مكاني ومش قادره اتجاوز اللي حصل. اكبر غلط. انا عارفه الموضوع صعب، انا شخصيا مريت بيه وعارفه حجم المشكله كويس، بس انا جايه اقول لك اهو من واقع خبرتي، انت لازم تبقي اقوى من كده ولازم تبتدي حياه جديده ولوحدك وانت قادره تعملي كده. طيب مفيش اي طريقه اخد بيها حقي؟ بصي انا مش خبيره قوي في موضوع القانون ده، بس من اللي انت حكيتيه افتكر الموضوع صعب. انت عارفه اكبر مشكله ايه؟ انت حاطه كل املك على الموضوع ده وموقفه حياتك تماما. طيب حطي نفسك مكاني، تبقى عندك فرصه تاخدي ملايين من فلوس جوزك اللي مات ومش عارفه تاخدي منها ولا جنيه. مش بس كده، بدور هنا وهنا على اي شغل عشان يتحكم فيا اللي يسوى واللي ما يسواش، وبرده مش لاقيه اعمل ايه؟ هدي اعصابك كده، طولي بالك معايا. انا اسفه والله اني انفعلت، انا بس مش ما عنديش حد هنا ومش عارفه اعمل ايه. بصي احنا هنكمل في اللي احنا بنعمله وهنمشي في موضوع الشغل، وانا عندي كونكشنز ومعارف كتير ممكن تساعدنا. اوكي كتر خيرك. في نفس الوقت انا هسالك محامي ونشوف موضوعك، ولو عرفنا ان احنا نجيب حقك اكيد هنسعى في الموضوع. انا بجد والله مش عارفه اقول لك ايه حبيبتي، مفيش اي حاجه، اي وقت. شكرا. هلو هلو يا اهلا، وحشتيني وحشتيني جدا جدا. وانت كمان وانت كمان، ده ايه النور ده؟ ده من نورك يا حبيبتي. وايه شياكتك وحلاوتك؟ ميرسي. من بعد ما عندكم. بصي بقى دي حاجه بسيطه خالص جايبها لك. معقوله كده؟ معقوله كده من اولها يا هند هنتخانق؟ لا ربنا ما يجيب خناق. مش عارفه اقول لك ايه، ميرسي على ذوقك. على ايه؟ اظن العنوان ما يتوهش. لا لا خالص، انا بس اللي اخرني ان انا كان عندي شويه حاجات اعملها في المحل قبل ما اجي. ولا يهمك، ربع ساعة البنات يبقوا جاهزين. حقيقي انت تعبة نفسك. انا برضو اللي تعبة نفسي، انا اللي جبت الكادو ده، مالكيش حق حقيقي. على الله بس ذوقي يعجبك. بتهزري؟ ده انت ست قمر وشيك اكيد هيعجبني. لا بتهزري، انا عارفة الفستان ده، ده انا كنت هموت عليه بجد. اه والله العظيم ده غالي جدا. لا مش هقدر اخده طبعا. الغالي للغاليين. انت عارفة كنت في باريس جبت كوليه الماس هيليق عليه جدا، استني ما اوريهولك. وليلي بقى يا ستي رأيك. بصي حلو قوي طبعا، بس انا شايفه ان الطقم ده هيبقى قليق على الفستان. بصي كده. تصدقي عندك حق، هيليق اكتر فعلا. واضح ان انت بتحب الالماس. طبعا، هو في ست ما تحبش الالماس؟ أنا مش غاوية خالص. حتة بتينة كده تخطفك، تلاقي نفسك صارفة 100,000 دولار، 200,000 دولار. اه والله 100,000 دولار للدرجة دي؟ ده مينيمم، ده فيه بمليون واتنين مليون يوم ما تعديش. ياه. وعلى كده تقدري تبيعيه بعد كده عادي؟ أنا قصدي يعني تقدري تبدليه، تغيريه، تكبريه كده يعني؟ طبعا أقدر، بس أنا ما بحبش أبيع حاجتي. بصي الألماس ده أحسن استثمار، تطمني على فلوسك. مش عايزة تشتري؟ ميرسي. طب إيه، مش يلا بقى ولا إيه؟ خلاص هجهزه حالا. أشربك إيه بقى؟ والله ممكن آخد قهوة زيادة. من عناية. حبيبي هو إحنا هنتأخر ولا إيه؟ خمسة بس، مستني الفلوس تجيلي وهنطلع على طول. بس أنا زعلانة منك. ليه بس يا قمر؟ ما بتسألش فيا. عيب عليك يا قمر، وأنا أقدر. وبعدين أنت كل مرة تحلوي كده، فيا يا سما ما تهدى علينا شوية. يلا على السلامة يا معلم. علاء يلا حناكة. كفارة يا أبو علاء كفارة. خلاص يا عم أنا خارج من تأبيدة. والله يا أبو علاء ده أنا كنت قاعد قدام الاسم ومطبق من أول ما المحامي حمدي ما قال لي. طب بطل هاري، عايزك في مشوار. حاضر. انزلي يا سما. يلا يا سما أنت قاعدة ليه؟ انزلي يلا يا ست، شوفي روحي شوفي أنت رايحة فين. الله ومشوارنا. بعدين يما. يلا ماشي. طب ما كان جاب معانا. والله يا كبير العوضاله، قول لي بس هما كانوا شادينك في ايه؟ شقاوه برضو. شقاوه؟ الشقاوه دورها لسه جاي. يلا عشان ده حناكه.
ودي بقى يا ستي الستيم روم. هايلة. عايزة أقولك إن أنا عملت كل حاجة في المكان ده بنفسي. باين على فكرة ذوقك وروحك في المكان. يا مريم. أيوة يا أستاذة شاهي، كل حاجة جاهزة زي ما حضرتك طلبتي. طيب أنا عايزة ماجي وسماح هما اللي يشتغلوا مع مدام بنت. ماجي مش موجودة مع أستاذة مروة، هتخلص وأنا موجودة مع حضرتك. لا أنا عايزة ماجي هي اللي تشتغل مع مدام هند. عندنا كام واحدة من دول بقى؟ حاضر، تحت أمرك. اتفضلي، يلا بينا؟ يلا. روح قلب باباها اللي وحشاني موت. جبتلك هدية مخصوص بس عايزك تفتحيها في البيت عشان دي مفاجأة، أوكي؟ بابي على فكرة أنا شفتك في التلفزيون. إيه ده؟ بجد؟ تعرفي بقى أنا لو أعرف إنك هتشوفيني في التلفزيون كنت فضلت جوه التلفزيون. بس مامي قالت لي لازم أقفله، مامي وحشة مش كده؟ لومي حبيبتي، حد يقول كده على مامي؟ بابي أنا عايزاك تفضل عايش معايا على طول. والله يا حبيبتي أنا كمان نفسي أعمل كده، بس أنا عندي شوية ظروف دلوقتي يعني مش تمام قوي، بس قريب إن شاء الله. أنا عندي شوية ظروف الأيام دي. سلمى يلا مش كفاية كده؟ إزايك؟ أهلاً يا حكمة. هو أنت نسيتي اسمي ولا إيه؟ ما أنت نسيت ونسيت حاجات كتيرة قوي. أنت عاملة إيه دلوقتي؟ عايشة أكيد، يعني مش هموت من غيرك. لسه عصبية برضو يا حكمة؟ متغيرتيش؟ في اجتماع أولياء الأمور في المدرسة وعايزيننا. طيب أوكي ماشي، أنا ممكن أروح معاها، مش لازم نروح مع بعض يعني. براحتك. يلا يا سلمى. مامي عايزة أقعد مع بابا. يلا قلنا يلا. حكمة جايب لها الهدايا. عندنا أحلى منها.